الو، شهاب، يا شهاب ايوه اسمعك حبيبي، كيف حالك؟ الحمد لله. الى اين وصلت؟ ايه الى اين وصلت؟ الى المرحلة النهائية ان شاء الله. المرحلة النهائية، اي يعني نعم، خلاص الحلقة متى النهائية بتكون؟ ان شاء الله اليوم، اليوم غدا غدا قصدي، غدا. غدا 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 واذا يعني بكره ممكن تتاهل وتكون انت الفائز بالمسابقه ان شاء الله. باذن الله سبحانه وتعالى. مجهز شيء لهم بكره؟ حاجه قويه ان شاء الله. ان شاء الله ايوه. طيب، تطلب شيء من المشاهد اليمني انه يصوت لك على كم؟ الرقم 6. على الرقم 6. ها، بيجيب لنا نصيحه بسيطه لشهاب. تفضل يا شهاب، ايش؟ تفضل تفضل. من العاصمة اللبنانية بيروت أوجه شكري الخالص لجمهوري العزيز والمتفاعل معي على ما قدموا لي من تصويت ودعم معنوي، وأتمنى عليهم ودعواتهم أن لي بالتوفيق. والاستمرار في التصويت لك. المنشد احمد، نعم المنشد احمد خالد الشيء يوجه لك نصيحة، تفضل يا احمد. كتبوا التصويت للمرحلة النهائية ان شاء الله كلنا معك لأننا وقلوب. نمثل اليمن، يعني وإن شاء الله أرفع رأس كل اليمنيين. اكيد هذا ما نريده منك، انه تعود وانت يعني رافع رأس اليمن ورافع علم اليمن هناك، لانه هناك من يريد الا نرفع علما ولا نرفع رأسا، لكن غصبا عنهم سنرفع الرؤوس وسنواصل التحليق في سماء الابداع. وانت واحد يا شهاب، والمنشد احمد خالد ايش يسلم عليك وينصحك؟ ايش شهاب؟ الو يا شهاب، كيف حالك؟ الحمد لله حبيبي، بس ركز ركز، بحكم انك وصلت للنهايه اساسا وجودك في هذه المسابقه هو شرف لكل يمني ولكل فنان، وان هذا احنا اليمنيين فنانين في كل حاجه، وهذا اصول الفن بتجي من عندنا. فانتبه، احسن الاختيار، لانه باختيارك اما يتحدد مصيرك، فاتمنى انك تحسن الاختيار وتركز على الطبقه. يلا يلا يا شهاب، سمع جمهورك حاجه عشان يتفاعلوا اليوم، كل واحد يخرج التليفون. يلا، اولا اشكر قناه اليمن على استضافتها لي، وفي البدايه اوجه الشكر والتقدير لقناه اليمن، قناه كل اليمنيين وكامل طاقم عملها، وأخص المذيع الرائع جميل عز الدين على اهتمامهم الملموس في تنمية المواهب. أنت ابننا يا شهاب، وهذه قناتك، ومن حقك علينا أن نقف إلى جوارك في كل شيء، بس الشيء مقطع وأشكر هكذا. جميع اليمنيين على تصويتهم وتفاعلهم معي. خلاص، ما تشيش تدلنا صوت هكذا، تسمعنا صوت لليمنيين عشان أيوة زملائك والناس. تفضل. طيب، انشدت ورث يمنيين. تفضل تفضل. يا مستجيب لدعي جيب دعوتي بسراعي، واشفي جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن. يا مستجيب لدعي جيب دعوتي بسراعي، واشفي جميع اوجاعي يا مرتجى يا رحمن. الله الله يعني الله. مقطوعة صغيرة. تفضل. شكرا لكم. ألو، أيوة معك. ألو، أيوة معك يا شهاب، معك. هل باقي شيء تقول كلمة، شيء توجه رسالة؟ أشكركم جميعا، وأشكر قناة اليمن الفضائية. وإحنا نشكرك. وإحنا نشكرك يا شهاب. واحنا نشكرك ونتمنى لك التوفيق، وان شاء الله ترجع وانت رافع راسك إن ورافع شاء الله. راسنا، لانه الحقيقه عليك حنجره ما شاء الله. وان شاء الله ارجع في استقبال كبير. اكيد لو رجعت بالله هذا صدق، المركز الاول بنستقبلك للمطار، ونخرج الكاميرات، ونعمل لك حلقه هنا، لانه شوف الوزير حقنا يهتم بالمواهب والمبدعين باذن الله. يعني واليمن يعني مشهوره بدعمها للمواهب. اكيد، وقليل ما يهتموا بالاداريين، خاصه رئيس القطاع والكل. صحيح. هو الذي وجهنا دائما انه نستضيفك ونهتم بالمبدع الشعراء شكرا وكذا. شكرا لك. شكرا، تحياتي لك. اتمنى من المشاهدين